كان ما يعرفون بعضهم بالشقق عايشين إلا الشرقيين مرات هاي الله يعلم من يفوت عنده ومن يطلع. إيش عليك أنتي؟ إيش عليك أنتي؟ يا بالشرق هاي تشتغل، بالغرب ما تشتغل، لأنه هيم كان هونك يحكي قانون، يحكي قانون هاي لا تأذي أحد، لا تخالف القانون، هذا القانون يجي يحكمه، يخبرون بوليس. مثل ما صار بباريس، باريس عندنا جماعة من زاخو ساكنين بالطابق 18، فد عمارة فد شقق، هاي شقق الضواحي مال باريس، هذول خطية يشتهون هذا الجبن تحت الأرض، هذا كله أجبان فرنسا ما تغزر بعينهم. فكن حضروا جبن وجابوا سيركي وجابوا هذا الثوم الحلو وحضرونه ونزلوا من جو بالمصعد، فاتوا على حديقة صغيرة يم العمارة، حفروا حفروا جابوا الجغة قلبوها وطموها. من الشبابيك أكو فرنسيين قيباوعون هذول قيحفغون، هاي خابروا الشرطة قالوا هذول قتلوا واحد قيدفنونه، جو البوليس وهاي السيارات هاي اللي تعلق وتطفي. يابا قالوا افتحوها هاي، يابا جبنية، شنو جبن؟ وين اكو جبن تحت الأرض؟ قالوا احنا عراق الشكل بزاخو نعمل جبن خؤرة وهاي. فضحكوا قالوا لهم يعني 450 جبن اكو في فرنسا إلا هذا؟ أغلبية الأشخاص يفكرون ويخططون كثيراً للمستقبل، هل هذا الشيء صح أم خطأ؟ السؤال ناقص شوية. أنت دا تقول أغلبية الأشخاص يفكرون ويخططون للمستقبل، إيه ما مستقبل؟ مستقبل ممكن نقول